أهلا بكم وزادكم الله علما وإيمانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من علم النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. وها هم بني إسرائيل الماديون ما زالوا يتمادون، مرة يقولون لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها، ومرة أخرى يعبدون العجل من دون الله، وها هم الآن يقولون لموسى عليه السلام قولا عظيما: بني إسرائيل حين قلتم بجفاء: يا موسى لن نؤمن ولن نقر بما جئتنا من التوراة حتى نرى الله عيانا دون حجاب. فأنزل الله عز وجل لجرأتكم صاعقة من السماء قضت عليكم وأنتم تنظرون إليها، وقضت عليكم وأنتم تنظرون إلى بعضكم البعض. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. من القائل؟ لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة إجابة لهذا السؤال. اعتمد علماء التفسير زي ابن كثير والقرطبي والبغوي على الروايات الإسرائيلية في تفسير هذه الآية. الرواية المشهورة بتقول: بعد عبادة بني إسرائيل للعجل اختار موسى عليه السلام من قومه 70 رجلا من خيارهم، وقال لهم: صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم لملاقاة ربكم للاعتذار إليه. ففعلوا ما أمرهم به موسى، ثم خرجوا إلى جبل طور سيناء لميقات ربهم، فطلبوا من موسى عليه السلام أن يسمعوا كلام ربهم، فقال لهم: أفعل. فلما أسمعهم موسى كلام ربهم قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم صاعقة من السماء وماتوا جميعا. فإذا كان هذا هو حال السلف من بني إسرائيل من جحود وتمرد وتعنت على نبيهم الكريم موسى عليه السلام، فماذا ننتظر من الخلف؟ إذن فلا عجب لتكذيب الخلف لمحمد الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم وعدم التصديق برسالته رغم وجود الأدلة في التوراة. في سؤال بيطرح نفسه: هل فعلا بني إسرائيل ماتوا موتى حقيقية أم غشيتهم الصاعقة دون موت؟ بالتأكيد هم ماتوا موتى حقيقية، لأن لا يجوز صرف ظاهر القرآن الكريم إلا بدليل من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة. كلنا طبعا نعرف أن احترام الكبير من أخلاق الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فنداء بني إسرائيل لنبيهم الكريم موسى عليه السلام باسمه مجردا: يا موسى، وتكرار هذا النداء يدل على سوء أدبهم وقولهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فهم لم يكتفون بالرؤية المنامية ولا الرؤية القلبية، ولكنهم ماديون فطلبوا الرؤية الحسية وقالوا جهرا. يتساءل فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه: كيف تطمع في أن ترى خالق الروح وأنت لا تستطيع أن تدرك الروح التي في جسدك؟ فهذا الجسد البشري الضعيف له قوانين وحدود ويحكم زمان، أما في الآخرة فالوضع يتغير، لا قوانين ولا حدود ولا زمان. فإذا كان الإنسان بقدراته المحدودة لا يستطيع أن يرى الميكروب بدون ميكروسكوب ولا الكواكب بدون تلسكوب، فكيف يطمع لأن يرى خالق كل هذا؟ ولا شك عندنا تماما أن قمة النعيم في الآخرة هو النظر إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في فرق كبير بين طلب موسى عليه السلام حين قال: ربي أرني أنظر إليك، وطلب بني إسرائيل. طلب موسى عليه السلام هو طلب المحبوب ممن يحب ويشتاق إليه، أما بقى طلب بني إسرائيل فكان طلب المشكك المادي المعاند. ولم يرى موسى عليه السلام ربه، ولكنه خر صائقا لما رأى قدرة الله عز وجل على الجبل. أما بني إسرائيل فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون لجرأتهم. فكما رأيتم يا بني إسرائيل فرعون وجنوده يغرقون وأنتم تنظرون، فقد أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. جزاكم الله خيرا.